السلام عليكم ورحمة الله. نحن هلأ بدنا نكفي بدرس الـ Natural Numbers Exercise 3 page 21 بالسؤال اللي عم بقول لي write in letters each of the following numbers. letters يعني بالأحرف. أول عدد عطيني إياه هو بهذا الشكل 9 6 7 8. فإذا هذا أول number عطيني إياه عم بقول لي write in letters يعني بالأحرف بدي أكتبه كتاب. لحتى أقرأ هذا النمبر مثل ما قلنا كل 3 digits بحط كما يعني 1 2 3 كما. فإذا عندي أول كلاس اللي هو simple unit، تاني كلاس اللي هو thousands. فإذا الناين هي بخانة thousands، فإذا عندي 9000 هذا الشيء بدي أكتبه 9000. باقي عندي هون 6 و 7 و 8. ال 6 هي بال 100s، ال 7 هي بال 10s، وال 8 هي بال 1s. فإذا 678. هيك بكون كتبته in the form of letters. تاني عدد عطيني اياه هو بهذا الشكل 3 8 5 7 0. كمان بدي امشي كل 3 digits بحط كما 1 2 3 كما بهذا الشكل. فاذا هون عندي simple class او simple unit، هون عندي 1000، بال1000 كمان ايضا عندي 1s و 10s. كيف ما كفي اذا كفيت هيك بكون عندي 100s. فاذا 3 هي بال10000، ال 8 هي بال 1000. فإذا 3 بقراها 30 وال 8 بقراها 8. فإذا هذا النمبر هو 38 وبحط اسم الكلاس، فإذا هو 38000. هذا الشيء اللي بدي أكتبه 38000. بعدين عندي ال 5 بال 100، ال 7 بال 10s، وال 0 بال 1s. فإذا هي 570. 570. هيك بكون كتبت هذا النمبر in the form of letters. تالت نمبر عطيني اياه هو بهذا الشكل، كمان لحظة 1 2 3 كما 1 2 3. ما في داعي احط كما لانه ما بقى في numbers. عندي هون 100 اللي هي 100 واسم الكلاس اللي هو 1000. فاذا 100000. هون عندي 100 10s 1s، باقي كله زيروز بس عندي بال 1s عندي 1. فاذا بقراها 1 بس. هلا بعدين عندي هذا النمبر 8، كمان نفس الحالة 1 2 3 كما 1 2 3 كما. فإذا هذا أول كلاس هو السيمبل يونت، تاني كلاس اللي هو 1000، وهون وصلت لتالت كلاس اللي هو المليونز. هون عندي 8، فإذا 8 مليونز. أول شي بدي أكتبه 8 واسم الكلاس اللي هو مليونز. بعدين بقلب ال 1000 شو عندي؟ 573. فإذا 573، وبحط اسم الكلاس اللي هو 1000s. آخر شي عندي 380، بكتبها مثل ما هي 380. النمبر اللي بعده عاطيني اياه بهذا الشكل 8 5 4 7 3 2 4 5 7. كمان 1 2 3 كما 1 2 3 كما 1 2 3. ما في داعي اني حاط. عندي simple unit thousands millions.
بالمليونز شو عندي 8 هي بالهندردز 5 هي بالتنز و4 هي بالوانز فإذا 854 مليونز هذا الشيء بدي أكتبه 800 54 واسم الكلاس اللي هو مليونز بعدين عندي 732 اسم الكلاس اللي هو thousands فإذا 732 thousands وآخر شيء عندي 457 هكتبها مثل ما هي 457 العدد اللي بعده أعطيني إياه بهذا الشكل 2 1 3 8 7 4 4 0 6 9 فإذا كمان 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 simple unit thousands millions billions فإذا وصلت لخانة البليونز عندي بقلبها 213 فإذا 213 واسم الكلاس اللي هي billions فإذا حكيت لحد هلأ هون عندي 874 واسم الكلاس اللي هي millions فإذا 874 واسم الكلاس اللي هو millions بعدين 406 واسم الكلاس اللي هو thousands فإذا 406 واسم الكلاس thousands وآخر شيء عندي 9 بالهندرد ما في غيرها فإذا 900 بس 900 آخر نمبر عاطيني إياه هو 8 كمان لأقرأ هذا النمبر لحقسم 1 2 3 1 2 3 1 2 3 simple unit thousands millions billions بالبليونز عندي 8 فإذا 8 billions كل هيدي الديجيتس هي زيروز فإذا ما في داعي اقراها ابدا لانها زيروز ما لها قيمه بوصل لهون هيدي عندي بخانه الثاوزندز في عندي 5 فإذا 5000 كل شيء زيرو ما بقرا بهيدي الخانه اللي هي السمبل يونت عندي 7 بالهندرد فإذا 700 باكسرسايز 4 page 21 اعطيني هذا النمبر اللي هو اذا بدي اقرا هو 7777 عم بيقول لي give the place value of each 7 يعني بكل 7 من هو بدي اعطيه place value نحن قلنا انه هيدي الميله place value هي 1 place value لهيدي هي 10 لانها بخانه التنز The place value لهيدي هي 100 يعني كل ما بمشي على الشمال بزيد 0 وال place value لهيدي هي 1000 بس هيك هيدا هي ال place value number 5 exercise 5 page 21 بقول لي بالسؤال Given the following number, اللي هو هيك 1 2 6 7 5 4 2 5 هذا النمبر عطيني اياه given
عم بقول لي give the number of millions, number of thousands, number of hundreds, number of tens. طيب number of millions كيف بعرف number of millions؟ 1, 2, 3 كما 1, 2, 3 كما. أنا هون بخانة simple unit, هون بخانة thousands, هون بخانة millions. أنا بخانة millions بلش بالones, tens, وإذا في شيء زيادة بيكون hundreds. هو عم بيقول لي بده number of millions يعني أحد millions يعني ones of millions. فإذا التو هي بالmillions, هيدي التو هي خانة millions. بعدين بدي number of thousands. فإذا هذا أول كلاس اللي هو simple unit, هذا thousands. كمان بالthousands عندي ones, tens, hundreds, بس قول thousands بس. فإذا بدي الones, فإذا هي الfive هي number of thousands. لو قال لي بدي ten thousands كنت بنقي seven, الhundred thousands كنت بنقي six. طيب بدو number of hundreds, hundreds هي هون لأنه عندي ones, tens, hundreds. فإذا الفور هي number of hundreds. وآخر شيء عم بيقول لي بدي number of tens, التنز هي التو لأنه عندي ones, tens. فإذا التو هي tens, هي is the number of tens. بإكسرسايز شبيه بهذا, بإكسرسايز 10 page 21 عم بقول لي given the following number اللي هو 1 8 3 1 5 4 0 7, عم بقول لي give the digit of hundred of thousand, بده digit of hundred of thousand. فإذا بدي عاد 1 2 3 كما 1 2 3 كما hundred of thousand. فإذا أنا بدي فتش على كلاس thousands اللي هو هذا thousand, في بقلبه ones, tens, hundreds. هو عم بقول لي hundred of thousand. فإذا اللي هي three هي is the number of hundred of thousands, هي بخانة hundred of thousand. بعدين كمان عم بقول لي بدي the digit of tens of thousands, tens of thousands. فإذا أنا كمان بخانة thousands وإنما بدي tens, عندي ones, tens. فإذا ال one هي بخانة tens of thousands. كمان عم بيقول لي بدي الديجيت بخانة millions. الميليونز هي هذا الكلاس, الميليونز يعني بدي الونز اوف مليونز. فاذا هي الايت مليونز. لو قال لي بدي الديجيت اوف تنز اوف مليونز, فاذا حتكون ونز تنز. فاذا الون حيكون بخانه التنز اوف مليونز. بعدين بالسؤال عم يسالني, عم بيقول لي وات ويل بي ذا فاليو اوف ذس نمبر if we add to it 400,000. يعني هذا النمبر اللي هو 1 8 3 1 5 4 0 7, عم بقول لي شو رح تكون قيمته اذا زدت علي 400,000. خليني اقسم 1 2 3 كما 1 2 3 كما. طيب هو عم بقول لي زادت 400,000. فإذا بدي فتش على محل ال hundreds of thousands, هيدي thousands, ones, tens, hundreds. فإذا هيدا النمبر عم بقول لي زادت 400,000. فإذا على هيدا النمبر بدي زيد 4. فإذا 3 بدي زيد عليها 4 حيصير 18 7 1 5 4 0 7. فإذا حيصير النمبر 18 millions 715 thousands
407. رح نكفي هلأ بـ exercise 14 page 21. بالسؤال عم بيقول لي rewrite يعني اكتب مرة تاني أو أعد كتابة this numbers in decreasing order. بدي اكتبهم in decreasing order. الأرقام هن هذا أول number، تاني number هو الرقم الخامس هو 5 3 8 7 4 6 5 4 2 1 وآخر نمبر هو 1. فإذن عم بقول لي rewrite يعني اكتبهم مرة تانية ولكن بترتبهم in decreasing order. كلمة decreasing يعني الشيء عم بقل، decreasing يعني من الكبير للصغير، يعني from the largest to the smallest. فإذا بدي نقي أني أكبر عدد لحتى رتب in increasing أو decreasing. أول شيء لازم أعمله بعد كل number من هاو كم digit. فإذا عندي 1 2 3 4 5 6 هذا النمبر هو 6 digits. 1 2 3 4 5 كمان 6 digits. 1 2 3 4 5 6 7 8 digits. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 digits. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 digits. 1 2 3 4 5 6 digits. بدي رتب أنا in decreasing order. decreasing يعني أول عدد بدي حطه هو أكبر عدد. أكيد أكبر عدد هو اللي فيه أكبر number of digits. فإذا هذا هو أكبر عدد. فإذا حبلش في كل عدد بياخده لحشطبه. هذا أول عدد. تاني عدد لشوف عندي بعد أكبر عدد من اللي ضلوا هو اللي فيه 9 digits. فإذا هو تاني أكبر عدد. فإذا حأكتبه كمان هذا خلصت منه. بعد عندي أكبر عدد بهذه الفور نمبرز هو اللي فيه 8 digits. فإذا حأكتبه هو 8 7 6 3 5 4 0 1. طيب ضل عندي هيد this number and this number and this number وهذه ثلاثتهم have 6 digits. بدي أكبر واحد فيهم بتطلع على آخر digit عميلة الشمال. هون عندي 3 8 1 أكبر عدد أكيد هو الـ 8. فإذا هذا اللي بعدهم هو 8 5 1 9 1 5. شطبت. ضل عندي this number and this number بتطلع على آخر عدد. هون عندي 3 هون عندي 1 and 3 is greater. فإذا 3 7 5 6 4 2 وآخر عدد ضل حاله هو 1 0 0 0 0 9.